السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعامل مع حرف فرنسي، يعني تقريبا لا يوجد بالمقابل معه في اللغة العربية، اللي هو في. في عندنا في اللغة العربية ف، اف كاينه بالفرنسية اف، ولكن في الفي ما عندناش المقابل تاعه بالعربية، نقرأه في. وعموما في اللغة العربية نعبر عن في بف وبثلاثة نقط. إذا اف في، عفوا في، تكتب بالمينيسكيل هكذا والماجيسكيل هكذا يعني كبيرة، وليكريتيغ كورسيف يعني كتابة اليدوية، مينيسكيل تنكتبوها بحال ما هكايا وماجيسكيل تنكتبوها هكا. هذه تتسميوها دوبل في، هذه في في، ولكن هذه دوبل في، يعني في و في دوبل، يعني جوج اثنان، دوبل في، دوبل في، دوبل في. عندنا تكتب هكذا بالكتابة اليدوية ليكريتيغ كورسيف، ونكتب دوبل في هكذا بالليكريتيغ كورسيف. لدينا هنا اين فاش، اين فاش بقرة، ان فاغون، ان فاغون، هذه يعني في بعض الكلمات تقرأ واو و، وفي بعض الكلمات تقرأ فا. مثلا هنا عندنا يعني القاطرة تنقراوها ان فاغون ماشي واغون، ان فاغون، قاطرة القطار، ان فاغون. عندنا لي ليسون، عندنا في اي او ال ا يو في ايغر ايغر ا ام، يعني كما ترون عندما يكون الحرف منعزل تنطقه كما ينطق اولا. هنا ما نقراوش ما ولا مي ولا م لانه غير مشكول معزول، نقراوه ام او. كذلك هنا ار ماجيسكيل اي في، هنا الكتابة اليدوية ليكريتيغ كورسيف، في او او ار اي يو في ا في اي ال. الآن سنتعلم لي سيلاب، لي سيلاب هي مقاطع الكلمة، في إذا كانت متبوعة بإي نقراوها في، فو، فا، في، 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 فا هو هنايا، فا، في، في، فو، في، في، في. الآن لي ليمو، ليمو هي الكلمات، لا في، لا في الحياة، لا في، إن غوفي، إن غوفي، هاد غوفي عندها معاني كثيرة وتنحد المعنى تاعها بالاستناد إلى الكونتكست، يعني الاستناد إلى السياق، إن غوفي يعني على حسب الجملة، إن غوفي تنقصو بعد مرة بها المجلة أو إعادة النظر أو المراجعة، يعني عندها بزاف تاع المعاني. إن غوفي la ville، المدينة، la ville، عندنا la vie وهنا عندنا la ville. لي لي فراز، نقراو الجمل دابا. ماري، ماري ا لافي لو فيلو، ماري ا لافي لو فيلو، هاد ماري غالبا هما يقصدون بها مريم، ماري ا لافي لو فيلو يعني مريم غسلت الدراجة الهوائية، لو فيلو. ماري أ لافي لو فيلو، إلي لافي، إلي لافي، إنه مغسول، إنه مغسول، يعني هنا يتكلمون على لو فيلو، على الدراجة الهوائية، إلي لافي. إذا الحروف، الحروف معزولة، لي سيلاب يعني نقرأ الكلمات في مقاطع الجمل، ثم الكلمات، ثم الفرنسية، ونبحث عن معنى الجمل وهكذا، ومعنى الكلمات وهكذا، يوما بعد يوم، ونص بعد نص، نكون قد نمينا ووسعنا معارفنا اللغوية.